السلام عليكم، ازيكم باشمهندسين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم مهندس اسلام فوزي. النهارده هنكمل الكورس بتاعنا بتاع الكنترول، كلاسيك كنترول، وكل الناس المهتمه بالكلاسيك كنترول والبي ال سي والاندستريال اوتوميشن اللي هو التحكم الصناعي في الماكينات وفي خطوط الانتاج. طبعا الحلقه دي من اهم الحلقات اللي هنتكلم فيها عن الفولف التحكم او صمام التحكم السولونويد اللي هو السولونويد فولف. طبعا اتمنى منكم اللي انتوا تتابعوا معانا الحلقه، عشان دي حلقه مهمه. وطبعا مفيش مصنع ومفيش مكنه ومفيش خط انتاج بيخلى من صمام تحكم، سواء صمام تحكم بيشتغل هواء، بيتحكم في هواء، او بيتحكم في هيدروليك، او بتتحكم في حتى في ميه او في بخار اللي هو الستيم، طبعا في غليات البخار. طبعا كل الكلام ده هناخده معانا في خلال الكورس بتاعنا. فاتمنى طبعا منكم ان انتوا تتابعوا باهتمام، ويا ريت لو تقدروا ان انتوا تشيروا الحلقه لزمايلكم عشان يستفادوا. طبعا ده بتبقى زكاة العلم نشره. طيب هنبدأ ان شاء الله الحلقه بتاعتنا. طبعا ده السولونويد اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو صمام التحكم. طيب ده اسمه سولونويد فالف، اللي هو صمام تحكم عن طريق السولونويد، اللي هو فين؟ اللي هو الجزء ده السولونويد، ودوت الصمام اللي هو اللي على ايدي اليمين دوت، ده الصمام، وبقدر اتحكم فيه من السولونويد اللي هو الجزء دوت اللي هو عامل زي الريلي اللي هو على الشمال. تمام. طبعا زي ما قلنا الابليكيشن بتاعته بتبقى سواء انا بتحكم في هيدروليك اللي هو على الشمال ده، بتحكم في هيدروليك، يعني انا عندي الهيدروليك اهو في الخزان، زيت الهيدروليك في الخزان، بيبدأ في مضخة، المضخة دي بتطلع الزيت عشان يروح يتحكم في الجزء الاكشويتور دوت، تمام، اللي هو بيحصل له تمدد عن طريق زيت الهيدروليك لما الزيت يطلع هنا في الماسورة دي، ويبدأ يرجع تاني من المسار دوت. طيب لو الصمام ده مقفول، ده زي صمام الحنفية كده بتاعتنا، او زي صمام المحبس بتاعنا، لو مقفول مفيش زيت هيطلع هنا يتحكم في حاجة، فلازم ان انا افتحه عشان الزيت يطلع. بيتفتح بايه في الوضع ده؟ هنا بيتفتح بالكهرباء اللي هو بالسولونويد فالف دوت، بالسولونويد ريلي دوت، ماشي، ما بيجيله كهرباء بيبدأ يفتح المحبس دوت عشان الهيدروليك، زيت الهيدروليك يطلع، ويزق الدراع ده يطلع بره. طب لو جينا على ايدينا على اليمين اللي هو النيوماتيك الهواء دوت عن طريق اير كومبريسور، كومبريسور هواء اهوت، بيضغط الهواء هنا في الصمام، بيضغط الهواء فين؟ في الصمام. طبعا هنا بيبقى فيه فتحة دخول وفتحة خروج، وهنا في فتحة تانية هنشوفها بعد كده. يبقى ده فيه ثلاث فتحات، الصمام ده فيه ثلاث فتحات، ده فيه اربع فتحات. لو خدنا بالنا دي 1 2 3 4، يبقى 2 1 2 3 4، ده في ثلاث فتحات، 1 2 3، في واحدة هنا تالتة هنشوفها دلوقتي. تمام، ده برضو نفس الفكرة، انا عايز الهواء يزق لي النيوماتيك سلندر ديت او اسطوانة الهواء ديت، تمام، عشان يزق حاجة معينة في مكنة، يفتح يشغل حاجة معينة. بيبدأ لو المحبس ده مقفول الهواء بيبدأ واقف هنا تحت، هنا ما بيطلعش فوق، لازم المحبس ده يتفتح عن طريق ان بيجيله اشارة كهرباء موجب وسالب، زي الريلي كده، زي الريلي الكهربي بتاعنا، بيجيله اشارة موجب وسالب، او لو هو اي سي ريلي بيجيله اشارة اي سي، مش شرط اللي هي دي سي يعني مستمر، لا ممكن يجيله تيار متردد عادي، ويبدأ ان هو يفتح الصمام نفسه، يفتح، هنشوف ازاي دلوقتي، عشان الهواء يطلع فوق للاسطوانة بتاعت النيوماتيك دي. طبعا في الوضع دوت لو جينا بصينا كده على ايدينا على اليمين، هنلاقي ان الصمام خد اشارة كهرباء على السولونويد اللي هو اللمبة هي منورة حمراء اهي، جات له اشارة كهرباء هنا على الريلي دوت، بدأ ان هو فتح، فبدأ الهواء اللي هو ماشي في الخط الازرق ده طلع فوق. ولو شايفين هنا ان في دراع بتاع السلندر النيوماتيك سلندر، نيوماتيك ده يعني هواء، نيوماتيك يعني هواء. طيب يبقى ان الدراع خرج من مكانه
راح بقى هنا هيشتغل الشغل بتاعه، هيزق حاجة هيشغل حاجة في مكنة هكذا. لو جينا على الشمال هنا ادي الهيدروليك، تمام، الزيت كان في الخزان كان واقف تحت هنا. لو خدنا بالنا من الصورة اللي فاتت اهي كان واقف تحت هنا، اللي فوق دي اسود يعني ما فيهاش زيت هيدروليك. هنا اهي ايه بقى فيها زيت هيدروليك. وبص على اللمبة هنا بتاعت الريلي ما كانش فيها كهربا، هنا منورة احمر. بص هنا مش منورة، هنا نورت اهي، شايفها اهي، دي هنا مش منورة، هنا نورت اهي احمر، يعني جه شوية كهربا. فده اتحرك جوه، الصمام ده اتحرك جوه زي المحبس كده، ففتح عن طريق ايه، عن طريق اللي هنتكلم عليه اللي هو الريلي ده او السولونويد دوت. ده بيبقى زي قلب في ملف حديد، لما بيجيله كهربا بيتمغنط فيبدأ يجذب القلب الحديدي اللي هو جوه هنا الصمام فيفتحه، فيبدأ الزيت بتاع الهيدروليك يطلع زي ما احنا شايفين كده. السهم اللي هو طالع هنا اهوت على الشمال يزق الدراع اللي خرج دوت، ويبدأ هنا زيت الهيدروليك تاني يرجع تاني فين، في الخزان. ادي اهوت الصمام من جوه اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وادي هنا السولونويد بتاعي اهوت اللي هو الريلي بتاعي، تمام، اللي هو الملف الحاد اللي الكهرباء اللي بيجيله اشارة اهوت حمراء وسودا اللي هي مثلا موجب وسالب زي ما احنا بنقول، او 24 فولت بقى دي سي 12 فولت ايا كان، بيبدأ يتمغنط فيبدأ يشد القلب الحديدي اللي هو اللي جوه ده، اللي جوه ده، ده ايه اسمه سبول، اسمه سبول اللي هو القلب الحديدي اللي جوه ده. عشان كده الصمام بتاعنا دوت اللي هو الجزء الفضي دوت ده اسمه سبول فالف، عشان الجزء المعدن اللي جوه ده اسمه سبول. طبعا ده كيسنج اللي هو الفضي ده، ده كيسنج طبعا السبول اللي هو اللي جوه ده، ودي ايه سوستة او ايه سبرينج بتاعي عشان يزق الجزء بتاع الايه السبول ده. طيب ادي هنا ده لما اشتغل، لما الريلي او السترونويد جاله اشارة كهربا، فدي لمبة بتوضح لي ان الاشارة الكهربا موجودة دلوقتي. هلاقي لما جت اشارة الكهربا الجزء اللي جوه دوت الاسطوانة ضغط السوستة، يعني بعد بعد هنا، لما جه ناحية اليمين وضغط السوستة قفل هنا الجزء دوت، قفل المدخل ده اللي ده المدخل التالت اللي احنا كنا بنقول عليه، قلنا في الفاكرين لما جينا كنا بنتكلم هنا وقلنا هنا في النيوماتيك تلات بورتات او تلات مداخل ومخارج، اللي هو ده واحد واتنين، وقلنا في واحد هنا وقلنا ده اربعة، ادي واحد اتنين اللي هو الهيدروليك، اتنين تلاتة اربعة، تمام، احنا قلنا ده تلاتة، فين التلاتة؟ اهم التلاتة هم، ادي واحد اتنين تلاتة. طيب لو جينا بصينا هنا هنلاقي ده مدخل الهواء، يعني لو جينا نرجع كده ادي مدخل الهواء اهو اللي هو الازرق ده. طيب اهو هنا اهو اللي بالازرق ده مدخل الهواء، لو جينا هنلاقي فيه بوابة جوه قافلة من القلب الحديد اللي هو اللي جوه ده، قافله ايه طريق الهواء اللي هو يخرج على ايه السلندر النيوماتيك سلندر اللي هي اللي فوق اللي هي دي النيوماتيك سلندر. يبقى ده كان من جوه، من جوه قافل الهواء اللي هو يخرج زي هنا، يبقى هو هنا في الوضع هنا قافل الهواء اللي هو يخرج زي كده، هو مقفول من جوه، والايه السوسته زقاه فهو واقف هنا. لما بيجي هنا كهربا بتزق الدراع اللي جوه ده يضغط السوسته، نتيجه الايه المغناطه اللي موجوده بتزق الدراع ده يضغط السوسته. فلما الدراع ده يجي هنا ايه اللي هيحصل هنشوف دلوقتي، فتح ايه، فتح البوابه دي وقفل بوابه الخروج عشان الهواء ما يخرجش ويتسرب من النيوماتيك سلندر زي ما احنا قلنا. يبقى ده الوضع اهو اللي جه فيه اشاره الكهرباء اللي بتتحكم في السولونويد، والسولونويد بيتحكم في الفالف او في الصمام بتاعي اللي هو هنا زقه الناحيه دي، فتح بوابه الهواء اللي هي هتخرج تروح على النيوماتيك سلندر، وقفل بوابه الخروج او الاكزاهوست او الايه خروج العادم زي ما بنقول، او خروج الهواء. فالبوابه دي اتقفلت اهي، قفلت بوابه الخروج اللي هي دي، تمام، اللي تحت، فبالتالي الهواء مش هيخرج وهيدن النيوماتيك سلندر متمدده في الوضع ده كده وبتعمل الوظيفه بتاعتها. طيب اهي زي ما احنا موضحين الهواء لما جه الكهرباء هنا زق الدراع دوت ففتح البوابه دي، فتحت كانت واقفه هنا، تمام، فتحت البوابة فالهواء بدأ يطلع وبوابة الخروج اتقفلت عشان الهواء ما يعديش. ف
فبالتالي يفضل يقول ان الدراع متمدد. طبعا في كذا نوع من السبول الفالف ده، ممكن هنا بضغط عليه بايدي، ماشي، بضغط عليه بايدي عشان اتحكم في ايه، عشان اتحكم في الاسطوانه اللي جوه دي او في الدراع اللي جوه ده، يفتح او يقفل مداخل الهواء او الايه الهيدروليك، او ان هو بتحرك فيه بتحكم فيه بالدراع ده زي ما احنا شايفين كده، او بتحكم فيه بالسولونويد اللي هو دوت بالكهرباء، بالريلي الكهربائي. يبقى انا عندي الاما بوتوم دوت يعني زرار اللي هو ده بضغط عليه بايدي، او ليفر اللي هو دراع، ماشي، او سولونويد اللي هو الجزء دوت اللي هو بيجي عليه الكهرباء، الجزء التاني دوت اللي هو ده الصمام بتاعي. طيب الدراع ده زي ما احنا شايفين هنا، لو جينا خدنا بالنا من الصورة دي، كان الدراع اللي في النص مثلا، ناخد مثال كالدراع اللي في النص ده، ده كده هو مش شغال. لما اجي اضغط انا عليه احركه زي كده اهوت، هنبص على الاسطوانة هنلاقيها اتحركت وبعدت، فتحت ايه، فتحت المسار بتاع الهواء اللي هو يدخل ويطلع منها على الاسطوانة اللي هي من نيوماتيك سلندر. طبعا زي ما احنا قلنا في تحكم سولونويد اللي هو كان اخر واحد هنا، او اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو التحكم في الصمام بالكهرباء، التحكم في الصمام بالكهرباء اللي هو السولونويد اكشويتر او اكتويتر. لو قلنا لما بيجي هنا كهرباء، سواء انت بتستخدم كلاسيك كنترول في دايره كلاسيك كنترول، او زي ما هناخد لو هو انت بتستخدم بي ال سي زي ما هناخد في تكمله كورس البي ال سي، فانت هنا بتتحكم في الصمام عن طريق السولونويد الايه بالاشاره الكهرباء. لما تجيله اشاره كهرباء موجب وسالب، يبدا ان هو زي ما احنا قلنا يزق الدراع اللي جوه، فيفتح مسار الهواء، يطلع مسار الهواء يملى الاسطوانه بتاعه الهواء اللي فوق دي، فيزق الدراع اللي جوه ده يفتحه زي الوضع اللي هو دوت. ادي اشاره الكهرباء جت اهي، اللمبه نورت بتاع السولونويد، السولونويد اتحكم في الصمام الفالف، اتحكم في السبول بتاع الفالف اللي هو الدراع اللي جوه بتاع الصمام، اتحكم في دراع الصمام من جوه زقه، ففتح البوابة ديت اللي هي بوابة الهواء، والهواء طلع على الاسطوانة، والاسطوانة اتمددت، الدراع ده خرج اهو منها. لو خدنا بالنا هنا مش خارج، هنا بدأ الهواء يملى في الاسطوانة ويزق الدراع وايه وخرج زي ما احنا شايفين كده. طبعا لما بيخرج هنا بيتحكم في حاجة حركة، دي حركة ميكانيكية. يبقى احنا حولنا كده الهواء عن طريق الكهرباء لحركة ميكانيكية، فتحت حاجة او قفلت بوابة، او تستخدم بقى هتستخدمها سواء تستخدمها في 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 مكان طبعا التعبئة والتغليف، وزي ما شرحنا قبل كده. واللي ما يتفرجش على الحلقات دي يرجع يتفرج عليها تاني، عشان الحلقات طبعا مهمة جدا في مجال الاندستريال اللي هو الصناعة، وفي المكان التعبئة والتغليف، او حتى لو انت هتصمم مكنة لازم تبقى فاهم الكلام ده كله، لان مفيش مكنة مفيش خط انتاج بيخلى من الايه التحكم بالصمامات سواء كهرباء او هيدروليك. ادي طبعا ده الاسطوانة بتاعت الهيدروليك بتاعت النيوماتيك او الهواء من جوه، ودي الشكل من جوه بتاع الصمام بتاعنا. طبعا هو هنا لما الدراع هنا مفيش كهرباء جاية على السولونويد، الدراع بتاعي بيبقى قافل زي ما احنا قلنا بوابة الهواء قافلها، هي مقفولة، والبوابة التانية بتاعت الخروج بتاع العادة من الاكزهوست او خروج الهواء مفتوحة، فالهواء بيجي هو يخرج من فوق ينزل يلاقي البوابة بتاعت الهواء مفتوحة، الخروج بوابة الخروج او بوابة العادم مفتوحة يخرج منها. عشان كده هتلاقي دوت الدراع اللي جوه بتاع اسطوانة الهواء مقفول او داخل لجوه مش متمدد، ده اسمه الوضع النورمال او في وضع الريست او في وضع الراحة. هو مش شغال فهو في وضع الراحة، فليه مفيش حاجة جاية على السولونويد ريلي ده، مفيش اشارة كهرباء يعني جاية عليه، فهو كده في وضع الراحة مش شغال. هنا في وضع الشغل بتاعي اهوت، لو جينا بصينا لما جه اشارة كهرباء عليه بدأ ان هو الدراع ده زق الدراع، ففتح بوابة الهواء، وبوابة الهواء طلعت ملت الاسطوانة وزقت الدراع، زقت الدراع اللي هو دوت. وخد بالك هنا في سبرينج برضو في سوستة، بحيث لما الهواء خلاص مش موجود السوستة ترجع الدراع تاني تدخله جوه الاسطوانة تاني. ده اسمه وضع الوركينج بوزيشن او وضع العمل بالنسبة للصمام. ليه؟ لان هو زي ما احنا شايفين الاشارة الكهرباء جاية، فالدراع اتحرك ففتح بوابة الهواء، فده وضع الوركينج او وضع الشغل بتاعه.
زي ما احنا قلنا الصمام ده فيه ثلاث مداخل، اللي هو مدخل الهواء دوت اللي جاي من الاير كومبريسور او من ضغط الهواء، وبعد كده المدخل التاني اللي هو خروج الهواء على الاسطوانة، والمدخل التالت اللي هو مخرج الهواء للعادم بره اللي هو بيفرغ الهواء اللي في الايه في الاسطوانة. طبعا عندي ده اسمه الصمام اللي هو ده اسمه 3 على 2. يعني ايه 3 على 2؟ 3 اللي هم 3 فتحات مداخل ومخارج، واتنين اللي هو الدراع بتاع الصمام من جوه فيه بوابتين، اللي هي دي 1 2، اللي هي البوابة اللي هي دي اللي هي قافلة دلوقتي مدخل الهواء، والبوابة التانية اللي بتقفل العادم. يبقى ده 3 فتحات على 2 اللي هو 3 فتحات، 3 على 2 اللي هو 3 فتحات على الاتنين دول اللي هم البوابتين. طيب مش احنا خدنا قبل كده، لو جينا خدنا في الفاكرين في الاول دوت هنا كان فيه 4، فيه 4 فتحات، ادي 1 2 3 4. تمام. يبقى دوت كان فيه قلنا فيه 1 3، والتاني اللي جنبه دوت اللي هو كان 4 على 2 برضو 4 فتحات، اللي هو كان في الهيدروليك على 2 على من جوه الدراع في بوابتين زي ما احنا اتكلمنا. في طبعا هنا حاجة اسمها 5 على 3، 5 على 3 يعني في 5 فتحات، 5 فتحات. ولو جيت انت بصيت كده ودققت هتلاقي هنا، بص كده انا بوريك حاجة هنا، لو نرجع كده هتلاقي مثلا الصورة دي، بص كده وفي الشكل اللي هو على اليمين ده هتلاقي حاجة اسمها بي وتي وايه، بي وتي وايه. تمام، دول الفتحات ال3 فتحات اللي احنا بنتكلم عليهم. طيب لما تيجي تبص في الشكل ده بقى هنا، هتلاقي هنا ادي 1 2 3 اللي هو البي والتي والايه، هنا في 3 فتحات تانيين بي وتي وبي وايه، اللي هم 4 فتحات زي قلنا، 4 زي ما احنا قلنا، واتنين والحركة والبوابة من جوه فيها 2، يبقى ده 4 على 2. تمام، هنا هتلاقي في 5 فتحات، يبقى ده 5 على 3 اللي هم 3 من جوه الدراع في 3 بوابات، الدراع من جوه بتاع الصمام نفسه في 3 بوابات، يبقى ده اسمه 5 على 3. طبعا اتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب وشير وتسيبوا الكومنت بتاعكم في الفيديو لو عندكم اي استفسارات. تمام، وياريت طبعا نعرف زمايلنا وننشر طبعا لزمايلنا الفيديو دوت عشان يستفادوا، واذا كانت العلم نشره. طبعا ما تنسوناش من دعواتكم ليا والاهلي، واتمنى طبعا ان انتوا تعرفونا لو عندكم اي مقترحات، او لو عايزيننا نعمل الفترة الجاية فيديوهات عن حاجة معينة انتوا حابينها، ياريت برضو تبعتولنا تعرفونا. اتمنى طبعا ان انتوا تكونوا استفدتوا، وشكرا ليكم للمتابعة.